السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رفع أسعار زجاجة البيبس من أول ديسمبر 2022 عندنا هنا في مصر. قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الأسكندرية التجارية أن شركة بيبسي رفعت سعر زجاجة اللتر البلاستيك جنيها واحدا، وذلك اعتبارا من بداية ديسمبر المقبل. وبحسب مستند من شركة بيبسي موجه للتجار حصل مصراوي على نسخة منه، ارتفع سعر زجاجة بيبسي حجم اللتر إلى 11.75 جنيه لبداية من ديسمبر المقبل، مقابل كانت 10.75 جنيه قبل الزيادة. وأرجع المنوفي ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وكانت شركتا بيبسي وكوكا كولا رفعتا أسعار عبوات اللتر بقيمة 75 قرش مع بداية شهر مايو الماضي، كما رفعت أمستيل كنز وبريل كنز وفيروز كنز وفيروز جيب بقيمة 75 قرش أيضا. ورفعت الشركة أسعار العبوة الزجاج سعة 330 ملي التي لا ترد بنحو 75 قرش بداية من 21 يونيو الماضي، لتباع بنحو 5.75 جنيه مقابل 5 جنيهات. كده البيبس والمواد والمشروبات الغذائية دي أو المشروبات دي زادت، وفي أسعار التانية زيد في أول 12/2022. فضلك لما اشتركتش في القناة اشترك في القناة ويفعل الجرس ودعمنا باللايك ليصلكم كل جديد، وشكرا جزيلا لكم.